ففي فنون في انك انت حكايه الجمرك انك انت تتهرب منها. ومنلومش راهو المواطن ده منه موجود الاليه وموجود الخيار وموجود انك انت كيف تهرب من الجمرك وما تدفعش الجمرك باي طرق من الطرق. الكل سوف يجتهد ان هو ما يدفعش الجمرك هذا. هكذا تبدو الصورة من الخارج. حملات تفتيشية مكثفة ومعركة ضروس مع التهريب تخوضها مصلحة الجمارك يومياً، إلا أن نزيف البضائع المهربة لم يتوقف. ديوان المحاسبة أرجع هذا إلى تورط بعض موظفي الجمارك في تسهيل التهريب عبر تعمد تخفيف الحراسة على المنافذ والتزوير في فواتير الشراء وإعداد إقرارات وهمية والتلاعب بكميات البضائع. أغلب المراكز الجمركية مش بالفاعلية الرسمية متاعها، يعني بالفاعلية الحقيقية لها. يعني لما جي المراكز الجمركية تلقى ممكن حوالي 27 مركز ولا 30 مركز جمركي بالإضافة إلى مراكز أخرى لمكافحة الجمارك. هذه تلقاها اللي ممكن تخدم 4 أو 5 مراكز جمركية ومش بالقوة الفعلية متاعها. طبعا ظاهرة التزوير موجودة وهذه مثبتة وفق قرارات جمركية فيها ومن ضمنها فيها موضوعات في النائب العام وفي موضوعات مخالفات المالية وفيها يعني كلام هذا ما يخفاش على الجميع. لكن راهو من ضمن الأساس أن هذا راه يتم التلاعب في عدد في كميات البضائع الموردة. يعني لما نجي نقول لك أنا جايب لك 1,000,000 صندوق يتم تدوينها في الإقرار الجمركي على أساس أنه نقوله 200,000 أو 300,000 بحيث أنك أنت تزيد تنقص في قيمة الضريبة. تسهيلات جمركية وتجاوزات أكدها أحد التجار الذي أشار بدوره إلى أن تغيير القيمة الحقيقية للبضاعة يتم بالاتفاق مع المخلص الجمركي الذي يتحصل بدوره على نسبة من العملية. يعد يجيب بضاعة مثلا قيمتها 1,000,000 حيسجلها قيمتها 50,000 دولار ويدفع لقيمة 50,000 دولار وينقص الفاتورة يحاول يخفضها بقدر الإمكان وبيطلع بضاعته. هذه حتى هي يعني طريقة ثانية. طريقة أخرى بالاتفاق مع الجمرك أو بالاتفاق مع المخلص الجمركي اللي بيطلع البضاعة هذه ويتفقوا هم وياه على موضوع النسبة. لو كانت هي تاخذ بضاعة مثلا 15% يتفقوا انه مثلا بيدفع 5% تندفع للمخلص الجمركي او لجماعة الجمرك وتطلع البضاعة بدفعتها 5% بدل 15%. فساد وخرق للقانون أثر مباشرة على إيرادات مصلحة الجمارك وبذلك على مداخل الميزانية العامة للدولة. تبعا لتقرير ديوان المحاسبة الأخير حددت إيرادات المصلحة ب 800 مليون دينار في حين لم يتجاوز المبلغ المحصل 336 مليون دينار. أما ما تم إحالته إلى حساب الإيراد العام فقد كان 296 مليون دينار فقط، أرقام تشير إلى تسجيل عجز في مستهدفات التحصيل الجمركي قدر ب 63%. أرقام مفزعة مثل ما لاحظتم كشف عنها ديوان المحاسبة دفعتنا إلى مزيد التحري حول آليات التحيل والتضليل التي يمارسها بعض التجار بالتعاون مع بعض موظفي الجمارك، والإجابة كانت صادمة. يعني تونا ماشي تقول لك جيب حليب تلقى إرشاد، تتصل بينا حتى عندك تجيب لي إرشاد وجيب لي شمنت وجيب لي قصدي ما هيش والله كراتين فارغة تلقى كرتوني فارغ ما فيش بضاعة بك. والله جيب مكيفات يقول لك والله جيب مكيفات نجيب طروف مكيفات متاعات المستهلك هذه ما فيش بك، هذه يبيعوا فيها في الخردة جيبها الليبيا. يعني أصبحنا نحن الصراحة بجرى الاعتمادات أصبحنا دولة نفايات بالآخر. يعني جميع اللي موجودة تالفة غادي والله كذا يجيبوها لنا نحن. حاولنا توثيق هذه التجاوزات بالصورة
توجهنا إلى مصلحة الجمارك وحاولنا الحصول على إجابات، لكن تعذر علينا ذلك بعد رفض المسؤولين بالمصلحة فتح موضوع التهريب من الأساس وطلبهم تأجيل فتح الأمر في ظل المرحلة السياسية الراهنة. لكننا لم نتوقف عند هذا الحد، وأعدنا الاتصال بالمصلحة عبر الهاتف، لكننا لم نتحصل على رد، بل صدمنا بعملية مماطلة متعمدة يبدو أن هدفها تعطيل فتح الموضوع. مصلحة الجمارك لئن لم توفنا برد حول تورط بعض موظفيها في تسهيل التهريب، فإنها كانت مضطرة إلى الرد على ديوان المحاسبة، لكن يبدو أن الإجابة لم تكن مقنعة، وقد تم إحالة الملف إلى النائب العام. الإجراءات أخذت ديوان اتخذ بعض الإجراءات من ضمنها تبليغ الجهة، طبعا على أساس أن الملاحظاتنا هذه كانت فعلية يردوا عليها بإجراءات ويردوا علينا بما يقنع، هم يردوا لكن يردوا يعني بكلام يعني بفقرات في المرات تكون حاجة دليل مثبت عليه، مرات يرد عليه رد مش مقنع، واللي صار فيه الإثباتات واللي تم فيها هذه تم حالتها للنائب العام وتحولت النائب العام. التهريب الجمركي ظاهرة ليست بالجديدة، لكن نتائجها وخيمة على مؤشرات الاقتصاد المحلي، خصوصاً في ظل تغاضي الجهات المسؤولة عن هذه الظاهرة وعدم السعي لاتخاذ إجراءات ردعية صارمة للحد منها. يتأثر الاقتصاد المحلي بالتهرب الجمركي على المستويين، المستوى الأول على الإيرادات، لأن زي ما قلنا جمارك تمثل إيرادات خزينة الدولة الليبية، والجانب الآخر تمثل على الاقتصاد الوطني اللي هي أنه يسرب السلع والخدمات اللي مفروض تكون موجهة للمواطن وتهرب سواء خارج الدولة الليبية أو داخل الدولة الليبية، وذلك يشكل خطر على الاقتصاد الوطني حتى على مستقبل الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بالعديد من المؤشرات، من أهمها الأمن الغذائي وغيرها من مهام أخرى تشكل خطر حتى على الأمن القومي. حاولنا الحصول على إجابات من مختلف الأطراف المعنية بموضوع التهريب الجمركي، لكن وجدنا صعوبة كبيرة في النفاذ إلى المعلومة، خصوصاً مع مصلحة الجمارك، حيث لم نجد أي مسؤول بمكتب الإعلام، وهذا الكلام موثق بفيديو لم نعرضه حفاظاً على سلامة فريق البرنامج.